هذا وتسعى مملكه البحرين لتعزيز مكانتها كمركز اقليمي للابتكار وتحقيق رؤيه اقتصاديه مستدامه للمواطنين والمقيمين وذلك من خلال تبني احدث التقنيات والابتكارات التي تؤكد جهود المملكه في التحول الرقمي والتزامها ببناء مستقبل اكثر ذكاء وازدهارا التفاصيل مع الزميل محمد شكري شهدت مملكة البحرين تحولا رقميا متسارعا في السنوات الاخيرة وقد كان هذا التحول مدفوعا برؤية حكومية واضحة تهدف الى بناء اقتصاد رقمي مزدهر مشاهدينا دعوني استعرض لكم جهود مملكة البحرين في التحول الرقمي تمثل الحكومه الالكترونيه حجر الزاويه في التحول الرقمي وقد شهدت مملكه البحرين تطوير العديد من الخدمات الحكوميه الالكترونيه التي يمكن الوصول اليها بسهوله وفعاليه مما ساهم في تسهيل الاجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول هذا وتسعى مملكه البحرين الى بناء مدن ذكيه تعتمد على التكنولوجيا الحديثه لتحسين اداره الموارد وتحسين جوده الحياه وتشمل هذه المدن استخدام انظمه انترنت الاشياء والبيانات الضخمه والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين والمقيمين. وخلال السنوات الاخيره شهد قطاع الاتصالات في مملكة البحرين تطورا ملحوظا حيث أصبح الانترنت عالي السرعة متاحا على نطاق واسع مما ساهم في, دعوة في دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات كما حرصت البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين على تبني التكنولوجيا المالية بشكل كبير مما أدى إلى ظهور العديد من الخدمات المالية الرقمية مثل الدفع الإلكتروني والبنوك الرقمية بالاضافه الى ذلك تم استخدام التكنولوجيا الرقميه في القطاع الصحي لتحسين جوده الرعايه الصحيه وتسهيل التواصل بين المرضى والاطباء هذا وشهد القطاع التعليمي في مملكه البحرين تحولا رقميا ملحوظا حيث تم تبني منصات التعلم الالكتروني وتطبيقات التعليم الذكي مشاهدينا مملكه البحرين مثالا يحتذى به في المنطقه في مجال التحول الرقمي حيث تمكنت من تحقيق انجازات ملحوظه في مختلف القطاعات ومع ذلك فان رحله التحول الرقمي مستمره لمواجهه التحديات المستقبليه